القبائل والعروش الكبار في تونس، تاريخ وثقافة. أهلا بكم في فيديو اليوم باش نحكيو على القبائل والعروش الكبار في تونس، رحلة باهية نغوص فيها في التاريخ ونشوف ثقافات مختلفة متاع بلادنا هذه. القبائل حاجة مهمة في تاريخ وثقافة تونس، واليوم باش نتعرفوا على أهمها. من الفراشيش في وسط البلاد للمطماطة في الجنوب، ومن الورغمة في الجنوب الشرقي لبني زيد في الشمال الغربي، باش نكتشفوا مع بعض عاداتهم وتقاليدهم ونشوفوا كيفاش ساهموا في بناء تونس اليوم. باش نعملوا دورة في جبال وسهول وهضاب تونس الخضراء، ونحكي لكم على حكايات القبائل والعروش، ونسمعوا حكايات الناس الكبار اللي توارثوها صغارهم. قبيلة الفراشيش، فرسان الصحراء. في وسط تونس في ولاية القصرين نلقاو قبيلة الفراشيش، هما سادة الفروسية وفرسان الصحراء. تاريخهم يرجع للعهد الروماني، وقتها اشتهروا بتربية الخيل العربية الأصيلة وولاو روارة ورمز للشجاعة والقوة. صغار الفراشيش ورثوا عادات أجدادهم وحافظوا على عادات البدو من كرم وجود وحسن ضيافة وحماية الضعيف. قبيلة المطماطة، سحرة الجبال. في الجنوب الشرقي متاع تونس على جبال مطماطة تسكن قبيلة المطماطة، هما أحفاد الأمازيغ القدامى. القبيلة هذه اشتهرت بديارها التقليدية المحفورة في الجبال اللي تعتبر تحفة معمارية فريدة من نوعها. المطماطة ما اكتفوش بالعيش في الجبال، بل عملوا الفخار وزرعوا النخيل والزيتون وعاشوا حياة بسيطة مع الطبيعة الخلابة متاع الجبال. قبيلة الورغمة، صناع الحرية. في الجنوب متاع تونس في تطاوين الشامخة نلقاو قبيلة الورغمة، أحفاد المقاومين الأبطال. عندهم تاريخ كبير في مقاومة الاستعمار، ساهموا بدمائهم في تحرير تونس من الاحتلال. دور الورغمة ما كانش في المقاومة كان، بل حافظوا على التراث الثقافي التونسي من خلال صناعاتهم التقليدية، كيما النسيج والحياكة والطرز، وولاو رمز للصمود والإبداع. الفصل الرابع، قبيلة بني زيد، حماة الأرض الخصبة. في الشمال الغربي متاع تونس على أرض فلاحية خصبة نلقاو قبيلة بني زيد، أحفاد الفلاحين المجتهدين. تاريخهم يرجع للقرن الثامن الميلادي، وقتها اشتهروا بزراعة الزيتون وإنتاج أجود أنواعه. صغار بني زيد ورثوا على أجدادهم حب الأرض والعمل، وولاو من أهم منتجي الزيتون في تونس، وساهموا في دعم الاقتصاد الوطني. الفصل الخامس، قبيلة النفزاوة، سادة الواحات. في الجنوب الغربي متاع تونس على أرض نفزاوة الخضراء تعيش قبيلة النفزاوة، أحفاد البربر القدامي. تاريخهم يرجع للعهد البربري، وقتها اشتهروا بزراعة النخيل وإنتاج أجود أنواع التمور. دور النفزاوة ما كانش في الزراعة كان، بل حافظوا على المياهي الجوفية ونموها وعملوا الواحات الخضراء في قلب الصحراء. الفصل السادس، عرش الحنانشة، فرسان الشمال الغربي. في الشمال الغربي متاع تونس على أرض واسعة خضراء يعيش عرش الحنانشة، أحفاد الفرسان الأقوياء. الحنانشة اشتهروا بتربية الخيل العربية الأصيلة اللي تعتبر من أجمل وأقوى الخيل في العالم. صغار الحنانشة ورثوا على أجدادهم حب الخيل والعناية بها، وولاو من أهم مربي الخيل في تونس، وساهموا في الحفاظ على هذا الموروث التاريخي. الفصل السابع، عرش الماجر، حماة السهول الخصبة. في وسط تونس على أرض سهلية خصبة يعيش عرش الماجر، أحفاد الفلاحين المجتهدين. الماجر اشتهروا بالزراعة وتربية الحيوانات وإنتاج الحبوب والخضروات والفواكه. صغار الماجر ورثوا على أجدادهم حب الأرض والعناية بها، وولاو من أهم منتجي المواد الغذائية في تونس، وساهموا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. الفصل الثامن، عرش المثاليث، حكاية من الصحراء في جنوب تونس
على أرض صحراوي قاسية يعيش عرش المثاليث أحفاد البدو القدامى. المثاليث اشتهروا بتربية الإبل والأغنام والتنقل بين مناطق الرعي بحثاً على العلف والماء. صغار المثاليث ورثوا على أجدادهم الصبر على قسوة الصحراء والقدرة على التكيف مع ظروفها، وولاوا رمز للصمود والتحدي. الخاتمة، إرث وتاريخ هذه القبائل والعروش، تظهر التنوع الثقافي والاجتماعي الكبير في تونس. كل قبيلة أو عرش عندها عاداتها وتقاليدها الخاصة، ولغتها ومأكولاتها وموسيقاها، وهذا يخلي من تونس لوحة فسيفسائية جميلة من التنوع الثقافي. رغم التطور، ما زالت هذه الهياكل الاجتماعية تلعب دور مهم في الهوية التونسية، فقد ساهمت في الحفاظ على التراث الثقافي التونسي ونقلته من جيل لجيل. نشكركم على المشاهدة. ما تنساوش الاشتراك في قناتنا لمزيد من الفيديوهات على الثقافة والتاريخ التونسي.